ماذا يقدم المؤتمر للدول المشاركة فيه؟ وكيف ستكون انعكاساته خصوصاً وأنه يعقد في بلد عربي مثل المملكة العربية السعودية؟ نعم، أولاً مؤتمر دافوس يعني كما تحدث الضيف قبلي لا أريد أن أعيد يعني، ولكن بشكل عام هذا المؤتمر له أهمية اقتصادية وسياسية في نفس الوقت الحقيقة، ولكن طبعاً الأهمية الاقتصادية هي اليوم. أنا أعتقد أن المملكة اليوم يعني تشكل فرصة بهذا المؤتمر الذي يعقد لأول مرة على فكرة، يعني كاجتماع خاص يعقد لأول مرة في خارج، ولذلك هو أنا أعتقد وكذلك المملكة أن هذا يمثل فرصة الحقيقة فريدة لإعادة رسم مسارات التنمية في جميع الدول، فما بالك بالأشقاء يعني الذين حول المملكة. هناك أيضا يعني نية أو دعوة لتبني نموذج جديد للتعاون الدولي، يعني يهدف للسير إلى الأمام نحو تجاوز الانقسامات الموجودة حاليا. هناك نعلم أن هناك اليوم حربين يعني مؤثرتين اليوم في العالم، الحرب في أوكرانيا وأيضا الحرب في غزة. لكن عموما اليوم أعتقد أن المملكة تشكل فرصة ومنصة لجميع الأشقاء اليوم ليعرضوا ما لديهم أمام 1000 شخصية سياسية واقتصادية من أكبر الشخصيات على مستوى العالم. اليوم كما قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، المشهد الاقتصادي العالمي اليوم متقلب، يشهد العديد من التحديات. اليوم عدة أمور للتغير المناخي اليوم أصبح تحدي، التقنيات التي تغير شكل الحياة، كذلك موضوع التحول الممنهج المطلوب، إعادة تقييم أساسي للخطط والسياسات، وإلى ذلك أيضا إعادة تقييم للروابط والنماذج الاقتصادية التي باتت أقل صلابة عما كانت عليها. أنا أعتقد بأن العراق الشقيق اليوم بما يمتلك من تقنيات، سواء موقع استراتيجي، سواء ثروات طبيعية، سواء عقول وأيدي عاملة، سيستطيع اليوم يعني خوض غمار هذه التحديات وأيضا الإقبال على هذه الفرص الاقتصادية. ونتمنى للأشقاء في العراق الحقيقة كل التوفيق سواء في هذا المؤتمر أو في غيره.